للمزيد ينضم إلينا هاتفياً الدكتور جهاد الحرزين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. مرحبا بك دكتور معنا إلى هذه التغطية. إذن مر أكثر من عام على بدء هذه الحرب في 7 أكتوبر القبل الماضي. الحقيقة أنه في البداية كان هناك قصف جوي بشكل عشوائي، الآن هناك استهداف قوي لكل البنى التحتية، للمنشآت الطبية والمستشفيات، للمباني حتى السكنية. كيف تقرأ الوضع الميداني الآن؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن الاحتلال لازال يتغول في الدم الفلسطيني ولازال يواصل عمليات التدمير وعمليات القتل والإبادة. هذا الأمر الذي بدأنا نلمسه بشكل كبير، ونحن بعد عام كامل من حرب الإبادة التي شن على الشعب الفلسطيني لازال يرتكب الجرائم، وهذه المرة بشكل كبير وبشكل فظيع، مما أدى إلى استشهاد العدد الكبير. نحن نتحدث عن ما يقارب من 43 ألف شهيد، بالإضافة لأكثر من 100 ألف مصاب. كل ذلك هذا الأمر الذي بدأ واضحا وجليا أن الاحتلال يتغول في الدم الفلسطيني بعيدا عن أي ما يتعلق بالقانون الدولي أو أي ارتباطات بالقانون الدولي أو بالاتفاقيات الدولية. عندما يتم استهداف كافة مقومات الحياة التابعة للشعب الفلسطيني، سواء من سواء هذه المقومات متعلقة بالكهرباء، بالمياه، بطرق المواصلات، بالاتصالات، بالمستشفيات، بالمدارس، بالجامعات، كل هذا الأمر بدأ الاحتلال يستهدفه بشكل كبير ويعمل على هذا التدمير. نحن اليوم نتحدث كما عرضتم في تقريركم، عندما يتحدث مسؤول البنك الدولي على أن هذه التكلفة تتجاوز 14 إلى 20 مليار دولار، أعتقد بأن الرقم هو أقل مما هو متوقع، لأنه لم يكن شاهدا أو لم يقف على حجم الدمار الذي ارتكبه الاحتلال. وهناك تقديرات خرجت بأن التكلفة تتجاوز 80 مليار دولار، أي بمعنى أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي مارسها بحق الشعب الفلسطيني هي فقط كل تصور، وهي أي بمعنى اقتلاع كامل للشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة. وجدنا هذه المشاهد تتكرر في مدن الضفة الغربية وخاصة في المخيمات الفلسطينية. أضف إلى ذلك وفي المنطقة بأكملها ما يحدث الآن حتى على الأراضي اللبنانية، هي ليست كذلك بالأراضي اللبنانية، وكذلك الاستهداف في الأراضي السورية. نحن أمام مجرم لا زال يتغول في الدم العربي، لا زال يمارس القتل بعيدا عن أي أمور متعلقة بالهيبة الدولية أو حتى بالمنظمات الدولية. هو اليوم يريد تغيير ما يسمى بالشرق الأوسط أو منطقة الشرق الأوسط، يريد خلق واقع جديد أو فرض واقع جديد في المنطقة. كل ذلك هو أمام ناظر العالم وأمام نظر المؤسسات الدولية نتيجة الدعم الأمريكي المتواصل والمستمر والغطاء القانوني الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن وفي غير المؤسسات، وما تقدمه من دعم لوجستي أو دعم عسكري أو دعم مادي لدولة الاحتلال. لذلك نتنياهو لا زال وحكومات اليمينية المتطرفة التي هي بالأساس جاءت بمخطط يميني متطرف يستهدف المنطقة بأسرها ويستهدف تغيير معالم المنطقة. هذا الأمر الذي نلمسه على أرض الواقع، ولذلك الحرب مستمرة إذا لم يكن هناك موقفا حقيقيا من قبل المجتمع الدولي للجم هذا العدوان وللجم هذا الاحتلال وهذه الحكومة اليمنية. أعتقد بأن الأمور ستذهب إلى ما هو أبعد من طب خليني أخذ من اليوم. كلام حضرتك دكتور جهاد، تتحدث عن موقف المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو حتى على الأراضي اللبنانية. الحقيقة أنه ما يحدث الآن في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة وفي لبنان، هناك كان مواقف قوية يعني بعض الشيء من قبل الدول العربية، طبعا في مقدمة هذه الدول الدولة المصرية الأردن، أيضا هناك اعتراف من قبل دول غربية قوية مثل أسبانيا النرويج بدولة فلسطين، هناك دعوة قدمت من قبل جنوب أفريقيا دعمتها أيضا الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، جلسات مجلس الأمن، هناك تظاهرات غاضبة خرجت في بعض عواصم الدول أيضا الأوروبية. من وجهة نظرك ما هو يعني الرهان في هذا
هذا التوقيت، التعويل يكون على مواقف هذه الدول الغربية أم على الجهود من قبل الدول العربية أم على جلسات مجلس الأمن أم على تحركات سريعة وقوية من قبل المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان؟ يعني أعتقد كل ما تفضلت به هو يأتي في إطار حلقة متكاملة من الجهد والعمل سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. أعتقد على الصعيد الداخلي حالة الصمود التي تجسد على الأرض من قبل أبناء الشعب الفلسطيني والتمسك بأرضهم والبقاء بأرضهم وإفشال مخطط التهجير القسري الذي وقفت في وجه الحكومة والقيادة المصرية بشكل حازم وحاسم وفشلت هذا المخطط بشكل كامل. هذا أولا أحد العوامل التي يتم الرهان عليها اليوم في كيفية مواجهة مخطط الاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. على الصعيد العربي نحن نعلم جيدا بأن مصر تشكل رأس الحرب فيما يتعلق بالموقف المدافع عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك منبرا على المستوى الداخلي أو حتى الإقليمي أو الدولي إلا وتحدث عن القضية الفلسطينية، وكانت هي القضية الأساسية التي يتحدث بها، والذي من خلال المؤتمرات التي عقدت سواء بالقاهرة استضافتها القاهرة أو خارج القاهرة كان الموقف المصري هو موقف مساند ودعم. أضف إلى ذلك المساعدات التي قدمت من مصر التي تتجاوز 75% لصالح الشعب الفلسطيني هذا الموقف. أضف إلى ذلك كذلك هناك موقف عربي موحد ومجسد باتجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا ما لمسناه من خلال الزيارات التي قام بها وزراء الخارجية العرب والالتقاء بغيرهم. على الصعيد الدولي نحن نعلم جيدا بأن هناك تغير في المزاج الشعب الدولي والرأي العام الدولي اتجاه ممارسات الاحتلال، وخاصة أن بدأ العالم يصحو ويفيق من حالة الخداع والتضليل والتزييف التي مارسها الاحتلال وتزوير الحقائق التي مارسها فيما يتعلق بأنه هو المضطهد وبأن هو الجيش الأخلاقي وبأن الدولة الديمقراطية الوحيدة. اليوم يكشف أو يسقط هذا القناع عن وجه الاحتلال ليشهد العالم بأن هذه الدولة هي الدولة العنصرية الوحيدة، هي الدولة المجرمة، هي الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان. ولذلك خرجت المظاهرات في كافة أرجاء دول العالم عندما وجدت بأن القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي والإنساني تداس تحت مجنزرات الدبابات وتقصف بصواريخ الطائرات، خرجت لتعبر. ويمكن البناء على ذلك فيما يتعلق بما هو مستقبل، لأن هذا التأثير سيكون له دور في اختيار الحكومات. ما يتعلق بالمؤسسات الدولية نحن نعلم بأن الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا وانضمت إليها مصر وانضمت إليها العديد من الدول الأوروبية والدول العربية باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يدعو لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهر عن الأراضي الفلسطينية وتصفية 124 دولة من الأمم المتحدة على هذا الرأي للعمل على تنفيذه والاعترافات الدولية المتلاحقة. وبدأ يظهر حديثا أن هناك العديد من الدول بدأت تتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بوقف تصدير السلاح ودعوة إلى وقف تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال كفرنسا وكندا وغيرها من الدول. واليوم إيطاليا تتحدث عن ضرورة وقف تصدير السلاح عن إلى دولة الاحتلال وخاصة الأسلحة الهجومية التي تستخدمها في حربها سواء في لبنان أو في فلسطين أو حتى في سوريا أو في كل المناطق التي ينتهكها نتنياهو. كل ذلك يمكن البناء عليه. ومن طب هنا الحديث عن ما يمكن البناء عليه في الفترة القادمة دكتور جهاد، تحدثنا عن حتى مسألة الرهان في هذه الفترة لتخفيف وتيرة هذه الحرب. هناك انتخابات مرتقبة في 5 نوفمبر القادم، انتخابات الرئاسة الأمريكية، ما بين مرشحين من واحد من الحزب الجمهوري والأخرى من الحزب الديمقراطي. هل من الممكن أيضا التعويل على هذه الانتخابات القادمة في تخفيف وتيرة الحرب؟ لأن هناك البعض الذي يزعم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي وراء هذه الحرب وهي التي تدعم الجانب الإسرائيلي. إذا أردنا النظر إلى ما تقوم به الإدارة الأمريكية في هذا السياق، أعتقد بأن الإدارة الأمريكية لم تذهب إلى حسم الصراع وإنهاء الصراع، وإنما هي الآن تعمل على إدارة الصراع. ولكن فيما يتعلق بقضية الانتخابات، الجميع يدرك بأن الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة للانتخابات هي كالبطة العرجاء التي لا تستطيع اتخاذ أي قرار
متعلق بهذا السياق خوفا من خسارة الأصوات، سواء الأصوات اليهودية ومدى تأثيرها في الانتخابات الأمريكية. نعلم بأن هناك اليوم مداعبة للناخب الأمريكي، سواء من ترامب مرشح الحزب الجمهوري أو من كاميلا هارس مرشحة الحزب الديمقراطي، فيما يتعلق بحق الدفاع عن إسرائيل وبتزويد إسرائيل بالأسلحة وتقديم الدعم لإسرائيل. بل خرج أكثر من ذلك، ترامب عندما تحدث بضرورة ضم بعض الدول أو توسع دولة إسرائيل فيما يتعلق بهذا السياق والقيام بالعديد من المواقف. لذلك أعتقد بأن نتنياهو لازال يراهن أو يناور على الانتخابات الأمريكية للقيام بأداء ما يريد أو ما يرغب به من تنفيذ مخططات متعلقة بكيفية تغيير معالم منطقة الشرق الأوسط. هذا ما يسعى عليه نتنياهو، ويريد أن يكون هناك منطقة خاضعة للرؤية الإسرائيلية، منطقة والحقيقة أن هذا المخطط الحقيقة كشفته الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الأزمة، ومسألة حتى إنهاء عملية السلام مع الدولة المصرية. والدولة المصرية كان دائما لها نظرة ثاقبة واستباقية في كل أمور خاصة في القضية الفلسطينية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جهاد الحرزين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.